أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المقالة ما أدري أين الله، أين الله خلقك؟ كيف ما تدري أين الله خلق؟ الله خلقه في رحم أمه، الله خلقه في رحم أمه، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إن كان يجحد هذه الآية ويقول الله ما يصور في الأرحام هذا كفر، ولا كل يدري أن الله خلقه في رحم أمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن بعض الناس يقول هذه الكلمة من باب الغضب، من باب الغضب لا من باب الاعتقاد، يقولها من باب الغضب وهي خاطئة لا شك، كلمة خاطئة. نعم. والآية الصريحة أيضا قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. الله يخلق الأجنة في بطون الأمهات. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. لكن بعض الناس يقول هذا من باب الغضب، يقول أنت ما تدري وأن الله خالقك، يقول كذا من باب الغضب. نعم.